أنا محمد عبد الجليل الدسوقي، مستشار رئيس الجهاز وخبير التعداد. إحنا طبعاً حطينا الساعة السكانية على واجهة الجهاز في طريق صلاح سالم حتى نعلن المجتمع عن حاجتين. إحنا وصلنا النهاردة لعدد السكان ده في الداخل بالإضافة، يعني 88 بالإضافة إلى 8 مليون في الخارج، واخد بال سيادتك، يعني وصلنا النهاردة 96 مليون في عدد السكان في الداخل والخارج. اللي إحنا شايفينه حاجة تانية، ان احنا الساعة السكانية بتتحرك فرد كل 15 ثانية، يعني احنا بنزيد 4 افراد كل دقيقة، بمعنى ان احنا في اليوم الواحد النهاردة هنزيد 5695 فرد. الكلام ده معناه ايه؟ معناها ان احنا بنزيد ازيد من 2 مليون نسمة خلال السنة الواحدة. دي اسمها زيادة طبيعية. الزيادة الطبيعية معناها ايه؟ معناها الفرق بين المواليد والوفيات خلال العام الواحد. المواليد المحققة خلال 2014 كان 2.6 مليون مولود. لو طرحنا منهم 530 ألف حالة وفاة، يبقى الصافي يمثل الزيادة الطبيعية اللي هي 2.070 مليون. ده الرقم ده اللي هي كعدد مطلق إحصائياً له ما يسمى بمعدل الزيادة الطبيعية. معدل الزيادة الطبيعية النهاردة 2.5%، وده معدل غير مسبوق، وده يمثل ضعف معدل الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة اللي هي 1.1 أو 1.2. فالكلام ده طيب مشكلته إيه؟ مشكلته إن أنت علشان تحقق تنمية، عشان تلبي احتياجات هذه الزيادة الطبيعية، يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ما يقلش عن 5%، نضعف هذا الرقم. وعشان يحصل رفاهية في المجتمع، 3 أمثال، 3 × 2.5 يبقى 7.5%. فإحنا النهاردة بنقول إيه؟ بنقول إحنا المحقق النهاردة حوالي 4% معدل نمو اقتصادي. 4% يعني على يعني المفروض الزيادة الطبيعية لا تزيد المفروض عن 2%. فقد يتبادر إلى الأذهان، طب أنت النهاردة 2.5، أنت بتتكلم في 2، يعني الفرق 0.5%، دي فيه مشكلة؟ الـ 0.5% سيادتك يعني 2.6 مليون مولود، يعني أزيد من 500 ألف مولود. احنا بنتكلم في القصة دي. طيب احنا كيف يمكن بقى حل هذه المشكلة؟ النهاردة في إجراءات وفي مجهودات وفي جهود بتبذل في الاستراتيجية القومية للسكان، ومن ضمنها يعني السيد رئيس الجمهورية في لقائه الأخير في المجتمع قال يا جماعة، اللي عنده طفل واحد ممكن يستنى 3-4 سنين عشان يجيب الطفل التاني، واللي عنده طفلين ممكن يستنى 5-6 سنين عشان يجيب الطفل التالت. سؤال المجتمع وسؤال رجال الدين هذا السؤال، فكانت الإجابة نعم ممكن، علشان احنا ما نراش ان يجي مولود يترمى في الشارع. انتوا شايفين اطفال الشوارع النهارده من 1.6 إلى 2 مليون طفل موجودين في الشارع، وفي عشوائيات وفي فقر وفي بطالة وفي أمية. المشاكل دي كلها احنا لا نرضى عنها. فاللي احنا بنقول علشان نحجم هذه المشكلة، لابد من تفعيل بقى ايه؟ اجراءات تنظيم الأسرة، ان احنا نوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانا ونعلن عنها، وخاصة في الايه؟ في الاماكن اللي هي معدلات الزيادة الطبيعية فيها مرتفعة زي القرى بتاعة الصعيد. وطبعا احنا من احد الاسباب بقى زي ما قلت لحضرتك، طبعا الامية. النهاردة السيدات الاميات اكتر ب 15% من الرجال. النهاردة نسبة الامية في المجتمع المصري 25.5%، ربع المجتمع امي، واخد بال حضرتك. فاللي احنا بنقوله الظاهرة دي بالذات تظهر في قرى الصعيد. طب يبقى اذا احنا لازم نوجه مجهوداتنا بكثافة اكبر في جميع القرى وبالاخص قرى الصعيد. ادي حاجة. الحاجة التانية ان بيانات التعداد بتقول ان احنا، ودي بيان صادم ومزعج، ان احنا بيانات التعداد بتقول ان انا عندي سيدات ارامل 16 سنة و 17 سنة، عندي 4500 سيدة ارملة من 16 ل 19 سنة. هل حد الكلام ده معقول الكلام ده؟ اللي عندها 16 سنة متى تزوجت؟ وعاشت امتى؟ وترملت امتى؟ فاللي احنا بنقوله ايه؟ الموضوع ده يجب ان هو يتحط له اطار قانون، ويجب ان يحجم. وطبعا معروف ان عندنا في الجهاز المحافظات وتوزيع الحالة الزواجية والخصائص المجتمع، عندنا ثروة في الجهاز يجب
القائمين على وضع الاستراتيجية القومية للسكان ان هم يستفيدوا من بيانات الجهاز ويقوم بتحليلها ويحط ايدين على مواضع الضعف فين؟ يعني انا اللي بقوله لسيادتك ده رقم النهارده لان وقت البرنامج لا يسمح، لكن فين موجودة في أن المحافظة ومش وتحت المحافظة قسم ومركز، وتحت القسم ومركز في شياخة والقرية الأمية موجودة فين؟ في الحتة الفلانية. البطالة موجودة فين؟ في الحتة الفلانية. المشكلة بتاعت اللي هي الزواج المبكر فين؟ اللي هي الترمل فين؟ كل الكلام ده موجود. فيجب ان احنا الثروة اللي موجودة في الجهاز يجب ان هي توضع تحت تحليل والاستفادة من البيانات دي. فاحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى، احنا طبعا هذا التعداد للسكان اللي هو على وجه الجهاز لإعلام المجتمع بالخطورة والسرعة اللي انت سيادتك شايفها. احنا النهاردة كنا من فترة بسيطة يعني كنا 88، شوف احنا في الفترة اللي احنا وقفناها 134 واحد. هو حضرتك احنا بنزيد مليون في اقل من 6 شهور، احنا 6 شهور الاخيرة كان اخر 6 شهور الا 9 ايام، المليون اللي قبل كده كان مليون الا 7 ايام، المليون اللي قبلها كان 6 شهور الا 3 ايام وهكذا. فاللي احنا بنقوله ان احنا يجب ان احنا بقى ايه نفرمل الساعة السكانية شوية، مش كده ولا لا؟ علشان يظهر او يظهر مفعول التنمية الاقتصادية. يجب ان احنا الناس في حتة الوعي والاعلام، وان احنا المشكلة دي نقعد نتكلم ونزن فيها، وما هوش حرام يا جماعة ان احنا اسمه تنظيم مش منع، تنظيم الاسرة وليس منع. احنا بنقول كلام ده في العدد الامثل عشان البي احتياجات الطفل، الاحتياجات المادية، وانت طبعا عارف ان احتياجات نفسية، مش الطفل بيبص لزميله وما له احتياجات. فنتمنى من الله التوفيق في الاجراءات اللي احنا بنتكلم فيها، وان الساعه دي تحقق اهدافها ان شاء الله.